القطاع ديالنا اليوم في المغرب ديال التكستيل هو قطاع مهم، وخص الشركات ديالنا الاولين يكونوا يفتخروا بزاف، يكونوا فخورين بالقطاع ديالهم، لان اليوم الا خدينا القطاع كاون مارك اللي سميتها لا مارك ديال المنتوج اللي مصنوع في المغرب، خصنا الناس يثقوا فيه. كيفاش خصنا الناس ما يبقاوش يقولوا بان القطاع راه ما بقى عنده حتى شي فيوتور، ما بقى عنده حتى شي حاجه ما يدار فيه، ما بقاوش الناس يجيو للقطاع اكسيتيرا. دونك خصنا نعيدوا الثقه في هذا القطاع ديالنا الاولى. الثانيه خصنا امام لي ديسيدور لي انستيتيوشنيل ابناك الدوله اكسيتيرا نعطيهم بعض المعطيات على القطاع اللي تيشجعوا الشركات باش يثقوا في القطاع ديالهم وباش يستثمروا في هذا القطاع. هذه المساله الثانيه. والمساله الثالثه هي كيفاش يمكننا اليوم نشجعوا الكليان اللي هو كليان في الخارج باش يجي للمغرب ويعرف بان ذاك المنتوج اللي هادي يصيب في المغرب منتوج اللي فيه الجوده، اللي فيه الثقه ديال الناس اللي تيخدموا فيه، واللي فيه الاحترام ديال سكون ابل ماتونو لو سوسيتال، سيتادير المهمه اللي سنعطيو للناس اللي تيصنعوا ذاك المنتوج. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.